بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمر القرشي رضي الله عنه. خليفة سدحات ويان من خلفاء الأربعة الراشدون، من خلفاء الأربعة الراشدين خلفاء دي أفرتها كي أفرد ويا أبو بكر يا عمر بصوم الري الكنا وعن كقلينا عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف أسقي النبي وحيكو كل مان عبد مناف فيسكوي ماضان نبينا عليه الصلاة والسلام وهاشمي كون عثمان وحويان وعبد الشمس قارك كلنا ونوفلي هي مطلبي أفر تاسا وحال سكودها مع عبد مناف نبيغا أوقم من أدير عفان عثمان أبيه سي نبيغ فعس ميهين كن يدي سوء وأبي عمر لقب كيسونا ذي النورين بالير هذا ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه صحابي قاسا كاذينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري: من يحفر بئر الرومة من يحفر بئر الرومة فله الجنة. من يحفر قفك قضاء بئر الرومة عيلك الرومة فله الجنة جن له استفهام ذلك اكتنا وقالي كرتاية وقشاي. من يحفر بئر الرومة يا بسي او قدي او فله الجنة جنة يسقناتي. فحفرها وحاق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عيل بوها من يهودي اصل كيس اسكالها باليري مركا انتو قضيو هجاجيي يوحو قدقي مسلمين توقف وقدقي وقعنتي سي قعنت مسلمين توقف من تايبيري مركا نبي عليه السلام وحجر فله الجنة جنة وحاقاتي يوعدي يبوه النبي عليه السلام عثمان بن عفان. وقال وحير: من جهز جيش العسرة عيدا كاسي ليرادو جيش العسرة يا قمن باليو دياريا فله الجنة جنة أسقناتي. فجهزه وحد دياريا عثمان بن عفان رضي الله عنه لبص وصفي ويانو جنكم متيستي ويا جنة أسقاضا تيلي رسي أوقاتي عثمان بن عفان باقاتي رضي الله عنه. جيش العسرة وحويان عيدا كي أبحي تبوك الروم ماشي اللي يرى قرضا غيرهم لأن الجدول لي سنة كسر على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على لي إلى صدح بقول النف وجيلة أما بعير بوكاني والنبي عليه السلام كسر ورجيه سل الجدول وهو كلا كان إلى كن دينار وذهب نوا كاني النبي عليه السلام فرق يسوق الشبي ربط النبي عليه السلام إلى النبي عليه السلام قال أنت أوفر حي أيضا كيوردن بيكون في لانتها بحين كرتها مركز العقد تساو قد قدير رسولك عليه السلام مركزه حيري ما ضر عثمان بعد عثمان مرد بدون ما أنت كذب واحد بدون ما لها واحد بدون ما لها بيونبي صلى الله عليه وسلم صحابة قيمها بضم بوها سابقين الأولين بكجر رقوا الرئي إسلامي وحكم إذا مهاجرين تي ولبا لبدا هجر رقي قليبوها أصحاب هجرتين وحكم إذا خلفاء الراشدين وكمدي هاي عشرة المباشرين في الجنة وكمدي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام نقرابة قارية حق النسك وما كلا صور دافو لو قب دوضو النبي قول دريبا لسكي حسكي مي قيمة أولية هاي يوانا قيسي تسيسا مركو النبي عليه السلام رقيا أقوري رقيا وأكلمة أم كرثوم بعدنا السيئة وحسكيس أي أسيئي قفق ماذا أدو قيام بضم بانا حسكيسا لسيا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي دخل حائضا
حايد بيربو نبي قال عليه الصلاة والسلام يل بيرا أوضن أو وصام الرأي وحايد وحايد بيرتي أريس الليشري دخل حايدا وأمرني بحفظ باب الحايد حايد كان يبيرتن الباب كذا إلى ليه أمري مركو ورا عبو موسى وصام الرأي حليتو أسقى يسكح الساري أرنت أيضو لا أكونن بواب الرسول الله اليوم كديجري مركو نبي قال استوصينا نبي عليه السلام وهو كذا يواسي قيمها سي خدمة سوحيري الباب كاس هذا هي هذا الوقية فجاء الرجل من بايمت أبو موسى الباب كي يكون تاغن نبي قال أبيرت كود حجير عال كي أريس وكفى أكفى ديو من بايمت يستاذنه إذن ويدي سنية فقال وحجر إذن له إذن وبشره بالجنة جنره بشاره فإذا أبو بكر بو من نغذنين كاسقها ثم جاء آخر مت كلايم يستاذنه إذن ويدي سنية مصاقلا فقال النبي قال وحجر إذن له إذن وبشره بالجنة جنره بشاره فإذا عمر عمر بو نغذي ثم جاء آخر مثل يمد يستأذن إذا ويدي سنايا وعثمان بن النبي الله مسود دايا فسكت وآموس النبي هنية الحروب آموسي ثم قال وحجر إذا لو إذا وبشره بالجنة جنن أو بشارة على بلو بلايا فتنة امتحان معد تصيبه كل عدونته جنو قري وضمبين لكن الدنيا ولو امتحان دونا فإذا عثمان بن عفان بن عضي رضي الله عنه وأرضاه فتنة نواتي دعضي قال لا سئي بوق يا لقل يا آخر عهد جيسي مركز دمنا نفتي سئ جلافتي أو جري جيسي لو جت جي أو برعد يا شفت أقول قل يسوع أرض العراق يا مصر كتيمد أيا مكا باب يسوع دي شيء رضي الله عنه صحابي جد شيء شهيد بو أمرك قال حماد وحجر وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان بن مقدان يحدثه الرماية عن أبي موسى بنحوي وزاد في عاصم بوحز زيادية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وفدي في مكان فيه ماء ميل بيلا عالبها أريس وحري صوم الرأي أيو فدي قد كشف عن ركبتيه لبدي سلو بور كف إذا مرضي أو ركبتي لويسة فلما دخل عثمان مقصوق لغضاها وادبولي رواية كلا جرتي رواية عائشة قرق عائشة النبي عليه السلام إن أبو بكر أي صائدا ويديستين صوق لي النبي قال لغاه فيديهين مركو عثمان صائدا ويديستين مرضي بوسكوها قاجي الرسول عليه السلام أما ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة ميانا كحشونا ينبو النبي يرنين ملائكة كحشونس رواية لو حوي عثمان ورجل حيي من حشوت بدن ويانو هدي أصدق أو حالة آنا هاي أو مرضا أي إيه في إذن تهلوها إيو وصاق له وحان كيا بدنتو وتينو إيه قد بين وايو مركا دين حشوت بدن بوها رضي الله عنه وارضاه قال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي وشبيب ابن سعيد كاسع عن يونس بكوري عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبيد الله أن عبيد الله بن عدي بن الخيار يا أخبره هو الرمي عروة وحوشك أن المسور المسور بن مخرمة الزهري وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث لبضاس الزهريان قالا إن يكون هين عبيد الله كاسع وحيكو يرادين ما يمنعك عبيد الله ابن عدي بن الخيار محاكا الرابي أن تكلم إن الله هذا شعث عثمان ولما أبتبه وقمنا روايين قاركوت خالك مركا ما لها نشد لأخيه لأجل أخيه ولالكي سببت يدئي أدرتت ما تكلها نشد لأخيه لأجل أخيه ولالكيس حقي سما تكلها نشد الوليد أها وليد بن عقبة بن أبي معيط وعثمان يسكه وياهاين عثمان يسكه وياهاين من عفان أيها لغشاكتي مركي وعمر رضي الله عنه سوء عزيز زيد سعد بن الوقاص وكوفة كسوق هذا سكرات كيسي والمريد دونايا وحويري ننكا سعدا وغم عزيزين حلكنا وغم قادين تهم أن دين تيسا تهم سنعي نمان حوغو فقدر كل كعيائهم بان لهاون مقالة حسن لوني دي ذي أمان كيذا بل هدكتو ساسا نغسوق هذا موينة هدي مدح لغردقو ومدنية هاي عثمان مركي الله دورت خلافة دي سيلبي عادي أيو كعريي كوفة دي كذبا حوله وحرقه سيد السحابة دحمرتي مركز هو هذا كقاري ماشي يسيبه حوق لي مركز ونكر ولا له ين وريد لي هذا وهو أركاي إنه أهل وياه إنه أهل وياه أو حلك أي مسؤولية ده وكسر بيحي كر وأركاي أيو جاي كذبنا وحال أركاي وريدك حوله يرسل قانصم أو خمرية أو حينه عبي الله أركاي صلاة صباح بودتك تجيء لا برق عضل مكو تجيبه وانتو صوج ثير وحجري وأنا نيكور دينا يلا بكرة أنا نقدر يبيري مركز الله قرتي إنه سرقان سيني هايو
مسكعدي سيمان كيس يتقين وحكى الله سرقان مير مجرتا خمرية من دوريو استعمالي متكلنا وحواركي أصغر من تقايا خمرتي أو عصير كيو سيدي سي النبيتكي أيو أركي وركب عثمان لوسو قد بيي انتي مدى أبو عثمان باريتان كجيري ورنين كان هدى خمرة سوى عبي مالا أركي وح أركي مجرتا هذا الكا إصلافكا يا وعم ويانا برسوعة داية قفك هذا الكا يري أما حكم مغلي كان أي مدى إزدى بسعودين داد مركا حقو دعايات كوير فري أيا جيري أو يري حكم كي دادك كلا وكو حكما يا شريعة دي ولكن وكم ما جايا إنو قراعو حد الخمر وكو فيه مركا رنتي با مدقى رتيو حقو سوق قرشي داد بالبالين آيو دانك الوطنة ويسك جيرين مركا لبضا ننبا وحيكو يرى هذي ننك اللي يرى عبيد الله بن عدي بن خيار با وحوليه مسور بن مخرمي عبد الرحمن بن الأسود يا وحيكو نهين أرض أتق عثمان ما تكلاها داشد ولا الكيس ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس ضدك وحيب ذيين فيه وليد كهذا الكيسي إي عثمان درديس القدوي إلا يري ولا الكيبو كي استاغى يا حكم كينو مريو أرنت ضدك ويكون بضطي ما سوى افترت ذا أشكتت فقسدت لعثمان بوليه عبيد الله وحليه وحان أقسدي عثمان بن عفان على كلمه حتى خرج إلى الصلاة وأسوغي إلى الصلاة أصبحي وكصبحي قولي كيسي مساجك أسوى هذي قلت وحان ريبو يري إني إليك حاجة إني أنا عثمان بن عفان إليك هذه حاجة دم أنك عليها وهي دمت أنك عليها هنا وحكى لما هي نصيحة لك ونصيحة هذه أكون نصيحين هذا الربا إنا نحوه دمت هذا يا مصلحة هذا كو شيخه دمك لي أدويون رادنا يا مجرت قال وحجر عثمان يا أيها المرء قف يهو منك قال معمر وحجر أراه وحامنا قال نجري أعوذ بالله منك تزوير إلهي بانك من قليا يا أيها المرء قف يهو أعوذ بالله منك إلى من كان من قلايا وحي يقول الشيخ يا سعدي بوار كينا سقنا كمدي هاي أو هذا قال له عصام وكله الدارة وأن الصيحة ظاهر كيسا وشكت لكن قال له أرنو عاسو كيرتوه مي بركا وابا كعوذ بالله استيبا أعوذ بالله من كبير واسكار قاقع وحونا عبيد الله فانصرفت ما كان سانصان نقضي فرجعت قصة الله بتي إليه ما لبضينا إدرتي لبضينا إدرتي مسور يا عبد الرحمن من أسودها يا قصة الله بتي مركزان يروى رين تاسع قبسة ولا قعود بالله استي وأعوذ بالله منك ولا يجري مركز والله فرد يا جي إذ جاء وحايم الرسول عثمان عثمان بن عفان وإسقابتي نين وصاد لي بأجيبت أو يربلين كأجير نصيحة وشجع نجست فأتيته وانوي ماضي فقال وحير عثمان ما نصيحتك نصيحة هذا الله لو أكون نصيحاني بل محيتهاي فقلت وحاني ربي يجري إن الله سبحانه وعريسه عثمان شكر واقري وحبضنا دقيسة قصود عام قيمة لهين وفي عنين صادرت ذنينك حوه وحكمته واستعمالي إنه عثمان أرته وأقره فضلك يا قيمها أولي هاي كدي من وراركا السعضنا وأشياء قد يرى هذا بلارين تاسنا اسكفيري وحجر إن الله سبحانه إلهي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم محمد بصادري بالحق حق بالله صادري إيه القرين حق له القريو أصغانا حق نماء يرنمو الله صادري الله وأنزل عليه الكتاب كتاب قرآن أنا وكسو الدتي يا وحي جيسيك لا سنة هاي فسير إزاي وقد وكنت وحاد هاد عثمان ممن استجاب لله لك إلهي وللرسول أجيب صلى الله عليه وسلم مركي هو الرئيس بإحتذي مكان صادر النبي عليه السلام لك آمنا بك يري إيه رنبا شكتي راعي أجيب آيات كمين هاد استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم مركو إلى يري لك أجيب آيات كجرتي فهاجرت الهجرتين لبدي هجرة بواث هجرتين انتان مكاك عررت دين تالا درت وأرض الحبشة بدا سيمرتي يعني هذا مر لبا قصوا نقاط بدي مدينة كصوا نعضي أصحاب الهجرتين كبادة هاد وصاحبة الرسول الله نبي عليه السلام بالله صاحبته تدك أقاركها إخاسكها صحبة أقاركها أود حيسي بعد هاد والرأيت وادا عرقت إنبضا هذه هو نبي طريق يسي يصدو حمارين جري يهنون كيسي يسير ذي سي وددي سي وناك سرين إنبضا بات قوشوك وهيدا وحلا غشا كان معها سيدا أداتهاي ما أنت وحد نعايا وادو جدا وقد أكثر الناس تدك وحيبا ذيين في شان الوليد وليد أول عالك شان كيسي كهذا الكيسي خمر عبيبه لا يا خمر هذا حكم شرعي يا كيال محكمة الإسلام كان هذا أوين إذا كانوا هذا استفولين تبي سلبا كتاه نين كاس الله الله ياي نين كاس كقبو قال وحجر أدركت الرسول الله سؤال بويدي ورت هذه الرسول كم سوق قال صلى الله عليه وسلم قلت وحان ربي لله مايا رسول كم سوق قال أمو عقليين وقت النبي قلنا شيء لكن أمون عقليين وحوين وعقلي هو النبي هذا وكل شيء كرو طاسة ما جرت قلت لا بان ربي ولكن يا أنا سوقارين إذا خلص وحاي سوقاري إلي أنيقا من علمه علمه النبي عليه السلام وحاي سوقاري
ما يخلص وحسوق على إلى العذراء قبل ذلك شانتي ذا في سدر يقول كذا كجرت دينتي النبي عليه السلام وحبا يقول ما سيقنا يا أنا نبي سوق قارن لكن شرع عادك عن تقوى هنا قبل قرق هذا كجرت وانا قد بحنا مقبية دينتي قاردي أنا قاعد أغسر دوا ومارتك مال وبا ومارا يو حلقاتك إيو دينتي مال وبا وقوتك أيو سأدرت دينتي سوق قاردي يا نبي قبل كل منه قال وحور عثمان أما بعد أسأل رواب الله مك انت أكدب فإن الله إلهي بعث محمدا مصادر صلى الله عليه وسلم بالحق بلا صادره فكنت وحان كمضها ممن استجاب لله لك إلهي وللرسول أجيبي وأمنت وحان رمي بما بعث به وحي الله صادره نبي محمد وهاجرت الهجرتين لبذ هجر وان هجر كما قلت سأل رب الذي قرتي وصحبت الرسول الله نبي عليه السلام بأن الله صاحبه وبايعته ولما بايعيه الشيس أدك بأن الله قلي فوالله بأن كل بارتين ما عسيته مع عسين النبي ولا غششته من خيام حتى توفاه الله إلى إلهك أفسده أنا عيسى وناس أمين أوه أو كقرع سنديتي سيو دعوه أيون انتي ثم أبو بكر باحيل كل أول مثله سيدي سيو كله أيان هذا أولاد بقمايو أن سيحيه ونقشي قيامنا نقص معين ثم عمر بن الخطاب هذا مثله سيدي أبو بكر وكله يعني قرب يستعجي ثم استخلفت أنا خليفة لقد جاء إمارتي مسؤولتي اللي دورتي أفليس لي ورمينا إيه سجنان من الحق حقوق ذا مثل الذي حقوق ذي اللهم أجا إلى حيان وكله ميان الحين السمع وطاعة ميان الله هنا نقبه هذا النبي عليه السلام يا الرسول ك يا أبو بكر يا النبي يا أبو بكر النبي يا أبو بكر عمر أنت أنجرب تاجنا ميان أنا جانا هدي ماشوا لما أنت أن تاجنا أنا مظنين توقير يا وينين يا احترام يا إن حقوق ذي اللي حقه اللي يوفيه سان أجا أقوه فين جري إذا كنا ما يقوه في سان قلت وحان ربي ربلا وأض مظن تاعي إن لو لو وضع على ومغله قال وحير فما هذه الحديث ما هي تاعي شاكوين كي وراركن يدعي يدن التي تبلغني عنكم بيغسو كي غاريس وركان اد ميلها ودان اي هرغو فيزان ما حيت ما وحاسان كو دقمي جيري انغا ما اسحمشداس يا اسدعنتا يا اسدوريداس دقنو اهن جيري ما خا دحاي اما ما ذكرت اصول لابا هدي مساله غارا اسوتي واخ كا وين با سوقه كو جيري اما ما ذكرت وحا شكت من شان الوليد وليد وركيس اد لهدهي طلبه ما قادد فسناخذ فيه بالحق حقا كو قبن دونا قران كا ما لو بندي ان شاء الله دوله يراد وركيس وا سو غابن دونا والله صاف جرد ونبير ثم دعا علي بويه علي بن ابي طالب وزير كيسيه فامره وحو امر ان يجلد انه جاد له وليد سوقه او غراع بالير مد با وحو يري وحاسا كو مقلي كو وحو يري سو منتغى يا اركي لبابودي مركه وحايه خلاص فامره وحو امر ان يجلد انه جاد له غراعه فجلده 80 سديتا شابق بكو دفتي عثمان رطوس اسغه مركه امور غراعينه وكيل با لوغه دغاي عثمان مر علي بن جيده وكيل بالله قد يقول أهو شلو وريك بالي حلقا وريج يعني إنك مضحة عيدا كي سوصل ما طلابة قادة ثم علينا وحقوا ياري ويلكي سي حسن ويا حسن وكالي سوى قالوا شابوك هذه ما كسوا وحقوا يولي حارها من تولى قارها إرى ياسير وما ما عربيضه هرأيه وحقوا يري دولدا ليفتي ردتك قبا نبكي هذا دشها سارتان أنا محا أقول إيا قراع إيو وحالا قراع ما نتي إمات محانا نو ياري وحي كلب وحمانا نقام السيه تاسير مركز عبد الله بن جعفر وياي عبد الله بن جعفر بمركز قراعي علينا واتيرناي مركز عثمان بن عفان رضي الله عنه مركز مدح وحاله ويا قليل هاي إن مركز دمبة والدولة دي مناسبتي يوم يا شقائك قوسك سي إياه بني أمية إنه أبدي حلالك أصلاً وحوارك هاي إن حاله دو أي عندك يا رب حيصو ده هو كرسوني هاي كنترولي كرو شقذا ست يلا وقبان كرو إنه وديبته أم بوارك هاي مركز حوجا واسع مركز قراعي حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد غطان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده بن الدعامه ان انس رضي الله عنه حدثهم ورمي قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم وحدا نبي ابورته وحد فولي ومعه ابو بكر وعمر وعثمان انت صلى صارا فرجف ورجف ولقتلوا وقريري بورتي وحدا وينيت فقال وحو يري نبي اسكن احد وحدا ودقنوه وحصل أظنه حرما ضربه برجله لقت أنت وقلفت بدون شك ما صام الري فليس عليك إلا النبي يا يا وصاص على هدي وصاص على هاي طيب مركف ضربه برجله فليس عليك إلا النبي نبي باكر كذا وصديق مثل رمضان أبو بكر وشهيدان اللي بالشهيد كل من دونه عمر وعثمان سيدي بين قطعي قال حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان الأسود ابن عامر بالي هذا وعلى لقب كيس شاذانك الأسود ابن عامر
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشور عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا وحانهم في زمن النبي حلق النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أبو بكر لما ننسمي شرين أحدا قفنا صحابة النبي والنال يعني شرين النبي عليه السلام بويان صحابة كانوا مدكرة يا أوفى لبدر أبو بكر لنا ما نقرب قلين شرين أبو بكر ما أوفى لبدر ما نسكر عجري ثم عمر عمر ما نكون حجسين جري ثم عثمان عثمان ما نكون حجسين جري ثم نترك وكتر جري أصحاب النبي صحابة النبي عليه السلام انت كلا لا نفاضل بينهم ما نكلا فدير جرين انت كلا هبل بهبل كفضل بدل ما نديشر لكن زد حلاس اللمبر ساسي نو ترتيب صنايع ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ساسي هاين تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز اهل السنه علي بيكون دار لما رفر كدغين قال كود علي بن ريسير عثمان سيد راجع حوق بدن وحي ودنبيسي ان علي هو لمبر كافرات قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانه الوضاح قال حدثنا عثمان بن موهب موهب قال جاء الرجل نبا يمين من اهل مصر من رير مصر هاي من مقالة مدينة أما مكة وحج البيت بيت كيبوسو حجي مصر بكيمة لسو حج حاجية فرأوا حارك قوما ضد جلوسا ففديا ضد فديا حارك ملاس حرم كيو فقالوا وحير من هؤلاء القوم قوم كان ماشى فديا واي بودك ويديه فقالوا حيدا هؤلاء قريش وأنا من قريش ولا شيء صحابة النبي ووين ذا كمذا قالوا صحابة ووين قارك وضمك ووينه صغار صحابة كجوا لك ووين هذه قال فمن الشيخ فيهم شيخ أوين حضر كجرة كذب بيان وركي سأي كل نقلان واكي قالوا حيدا عبد الله بن عمر بأوى يلسن ما أنت وحج صحابة لكن عبد الله بن عمر بأوين قالوا حجر تؤوي ما لمسرق يا ابن عمر ابن عمر إني سائلك وحن كويدين عن شيء شيء سؤالا كويدين فحدثني عنه إيجا جواب يري إيجا شكه هل تعلم وقتها أن عثمان فر يوم أحد وأن عثمان كده جن أو عثمان علي شام يا وراركي قال دم كي يمد يا مركي دم دبعت بضن ذا شيء ذا كنت أثور سوي مركو حولي هاي هل تعلم أن عثمان عثمان إنه فر على يوم أحد ما نتو أحد إنه على يوم أحد ذا قال أحد على ري قالوا حين عم واجر سئل على ري فقالوا حين تعلموا مركا سد عظم هذا وجوابه يا قال دم كفه مدوني كانوا قليل دوريتان وتو مركا نعم بوير أسقون عذر داركي يو صوبتي يو حراحنين أيو نعم مسكير عبد الله بن عمر قال دم بكفه من إنك لينو وحوطه مركا سود أن سكسع علي سؤالي جوابته دي مع ذكر العذر عذر داركي نواش هاي واجر تابين عري فقال حي تعلم ما وقتها أنه تغيب عن بدر دجال كي بدرينو كم مغناء ولم يشهدون قوم جوجه هنا حاضرين ما وقت قال حي نعم وجرته قال الرجل إنك ما وحير هل تعلم ما وقتها أنه تغيب وكم مغناء عن بيعة الرضوان بيعدي بيعة الرضوان هاي شجرة الرضوان هل كاسم بيعدي الوجر أي إله يرضيه جزء دشيء بيعة الرضوان لا بحيي سنة كل حاله جرى بيعة عمرة الحديبية ما وقتها ينو وسق كم مغناء أو فلم يشلون حاضرين به قال حين نعم ونوجه قال مسري وحير الله أكبر الله أكبر وحالي إلى هذا عند الفرح عند التعجب سبحان الله بالي هذا حلو هذا أي مصيبة يدبي يمرقها يسأل الله حول ولا قوة إلا بالله بالي هذا هذا بقول عذر إنا لله وإنا لرجع ماله مرقى الله أكبر تنكني فرحي بنقضي كفر حي سؤالها سي جوابه سدو والتي عثمان وكل الإشناية وحي الربي أي الله صدقي مركو حوير الله أكبر ها. قال ابن عمر باو حوير تعالى ورب الكالي أبين لك أنكو عدي مركو قال إنو ننك ننبا يرخصر فرحسي هاي وعثمان قال إلهي وحوير هدى أنكو شيء عذور دار رضا يصابها أذي ويديسي صابت هذا أما فراره يوم أحد عررك أمارنت أحد عرري فأشهد كريين ما ينكو طلبات فأشهد وحانقرا أن الله إلهي عفى عنه من عافيه وغفر له ونافع إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ولقد عفى الله عنهم بليل وقال الله عفية نلا عفية وربي هو عفية وغفانك الرحمة الله كل عضي يا سيد الرهي ستعدي وكل قنت سحابة وقلنا وحبا دعي اسبدل ما دعي قوش مسلمين تعالها قال لي ويك عيان كذب دبر شبكي كذلك قيبت بعض المخالفة بعض الصحابة للرسول أي خلافين كذب أي شاب من الرجال يوحاد حي وحد مارت لما فلانة والصحابة دي بابا يسكون عليهم مركة شبكي دعاية بقى ونكون دعاية وحير النبي عليه الصلاة والسلام رمب عيا بورت الله قرأي موينة انت كان شبكة واحد دعاية كذب بابا العفيين مركة ولا يبدأ الرضا مركة دي أنين العفيين أيال هذا وحكي الشيء يساوى ده بصع تابير مدى الله بعد وأما تغيبه مغناشيس عن بدر دجال كبدر وكم مغنا
فإنه كانت تحته بنت رسول الله عذر داربها بدر ضد ما كذب بقول يدور يتوم بهاين مركا ضد ما بكم غنا أسقنا عذر دار قارو هايو كانت تحته 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 وسيز وحيد بنت رسول الله رسولك قبلي سعى عليه السلام الرقية وكانت مريضة وين جريت قبل الرقية إن النبي محمد أو قبل عثمان أو جرنا حنونسا ينبي يقول كم وضع به كره فقال له الرسول الله بكويل صلى الله عليه وسلم قبل اللجوب إن لك وحال لا أجر من رجل من أجرك ممن شهد بدرا تتك بدر حاضرا يا أجر كذا كلا لا داي وسهم وسهم يجي سحاله وحلا صاه لنا سهم قاعد يبعد لا داي سيد رجع غني ماذا كغيب قالي يا بطل من القرن أرين تاس عليك الجوب ساكو على الفيوغو ساس على ورهبي مرك أجرك بدر بوله وأما تغيوب مغناشيس عن بيعة الرضوان وكم مغنا حذيبية ما كد دولات كذا ويان حذيبية ذو مركا عمر الله يبيت قال لك كفار قريش بديدة دي يعني ما كد قال النبي جاي سحابة دي سه مركا دمن هشيس بعد عاي انتو هشيس كارد عين عمر دين الله جاي رحوه وغوستي يا حوه وحاد عاي دين وربا صاية ري بيعة الرضوان ساسي كتبت مركا تقيبوا عن بيعة الرضوان فلو كان أحد قفة دجير لها أعز كعزيسا أو كشرف بضن ببطن مكة مكة قذيه إذا كجع عزيزا من عثمان عثمان مكة قذيه إذا قف كجع شرف بدن هدو جري لها لبعثه النبي قادير لها مكانه وبدله عثمان بدل كيس عثمان مركا الله ذا بيعت الرضام وكم غنا مكاب الله دريبة رسول بوها الله دري نبي قادير برار من مكة وتك وحاتر هذا ورنا قد قال أمانا إيمان عمران وإيماني زيارة بيت الله الحرام بن أصعنا هدية ذا النبي بن وضنا نما يود قال ومسعنا نودايا كعبدا بناك ما بنايا أنا عمر يسني أرد ساكو صنع باليين أذي يكو قدرين أو نلا قدرية أو قيمة كله أو ضدكو ناية قدريان بعد هان جرتاية أرد أتك باليين مركا نلا قدرية نيكا أوفع عنو يهدرت يدبع الله ديري انتو مغنابا وحاب الله مغلايين منك الدقال بيسوقا رايان أما ميها عثمان لفتر كي سيبا بيد ديرين باصايا ناي مركا سوسيد داك داك اسكو ويا ري سحابة دي أو يري ما انتا إنا لعرارين إنا لنتينا نقول هلو وين أرنتوا نقطة هشيسية بيع هذا أيو تحت سمرة جد هوس يا نبي كرجل عليه السلام سحاب هذا سلاس أرنتوا كل عدد عثمان بعدي النبي أوجري فبعث الرسول الله نبي عليه السلام عثمان بودر مكة وكان مركب بيعة الرضوان وحيه بعد ما ذهب عثمان أنتوا على كذب إلى مكة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري بيعدي مركي وسحاب هذا سمري بيده قعدي سأل يمنا مدي تين تكر وقال وحيري هذه يد عثمان عثمان قعدي تنا أتاجن فضرب بها على يدي قعدي سكالو صاري فقال وحير هذه لعثمان بيعظن عثمان بيسكله وكانه كسوقات اسوق عنت اشاره هشيس كرجا يسالك هشيين اسوق هشيه قعنت الى قاضي ووكيله وهب النبي صلى الله عليه وسلم يد الرسول الله احب الي من يد بديجري قعنت النبي عليه السلام بيعظ يغشاي يان كجعل هي قعنتيدا مركا فقال له ابن عمر نكي مسرقها ابن عمر وحو كيري اذهب بها الان معك هدا الله تكبير بها جوابها واضحه إنه عثمان قليل لهنا الآن هذا معك مع هذا لا تكبير مركو هذا واحد ولدتين نصوص دبقوا أرم إن عبال كتاقنا الشريعة هذا إن عدالي شيء حمانت أم باتاقنا هذا صحابة نبي يتكو قوري الربتي هذا يقول الله وكرة مطيري وعذور دارك اللي قسيي وحنفتي ومن اللي قبيحيي وكاسي ورد لا تكبير لي شبهات بولا يقول لبناي إنك شبهات بوتي شبهات بوتي مركو وي جرتاب إن دادك لنا حنون قفك أي كي يستاقان أوه لنا عوالاك سنباء أن لفيرينين وحذر دار يا تأويل يا ويدعي كرتايا سامو وضا يا ميساة هايو حسنية يذوناقنا أن نشب الله صوك شانين وحي كميتا هاي آفذي كميت آفذي كميتا هاي قارهان دادك أهل العلمي يهل الفضلي قاه إن أليش النوع عاسي وحاسوك للولدك دوه أيضنا عذر رضح حنبه بكو جرتابة بابا قصة البيعة وقصة بسنية البيعة قصة هذه بيعدي لا لقلي عثمان بلا قهد لا يا عمر هذول دنتي عثمان باهشيس لا لقلي يوم ماشي سفر يستي والاتفاق إيه هشيس كي على عثمان من عفار رضي الله عنه الوجه الشيعي وفيه قصده سوحة كجر تأيذنا مقتل عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب دل كل الدليل رضي الله عنهم عمر عثمان بلا كره هذا النقطة دل كيسنا قصده وكجر تا مرك دل كيس لا قصوا الشك يكذب وحاب الله من يسبي عادي اتفاق إيه هشيس كي عثمان لا لقلي حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح عن حسين ابن عبد الرحمن عن عمر بن ميمون قال وحي رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بان أركيبير قبل أن يصاب بأيام عمر انت لا أصيب بأيام ما المو انت لا أصيب كهر بالمدينة المجالة المدينة كواركي وقف أسقو ووقف أسقو تاغا على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لبس صحابي وأرض السواد عراق وقدري مكي عراق لقبتي دول كده كده جنا ولي من الإسلامين إن بدنا وكاميدا
لكن الدجان هذا اللي لكن خرج هي جزية على دول صاري لكن إذا وحصل صار كنا وحال صاري وحين مركا دولة الصين لها يوم مدة ومارت مصالح هذا عام كانوا مارين لها وهو حسك جريبوها هذه مسلم كذا كلا قاضي كون كلا يقول خرج هي جزية وحال لقى قاضي مركا مسلمين تلزا كلا قاضي مركا لبني بودنا وحوي أرضي تجا وح مركا دتكو أي قاضي كرامنا سارة قال وحجري انتو لبضوا دي ودريا وإماذي كل يستاقب وحجري كيف فعلتما ما حال سميسين أتخافان مكبق قيسان وما لغيابا أن تكونا إنا ذهاتين حملتما دكيك وكو حملي لبضي مالي لنيدري نوبا مال بالادري حملتما لبضي نيدكو حمبارتين الله رضا نلكي إيا دكي دقانا ما لا تضيق وحينا كرين إنا دوشا كسارتين ما لغيابا دكي كون إيا كبراء إنا كري كرين إيا عليس إنا قادي كرين يا جزية يا خراج أن حوله ذي وحصصار كذا النرنين إن العلاج سارتين ما لقيها قالوا حيدين حملناها أرض ذي يدك الدجرا وحنكوح ماري أمرا أمر هي له مطيقة أي كرتو أرض ذا وحي كري كرتو وحصصار كذا إن قالوا هذا أرقمة يا أنصار ري حب علاجكم هينه ما فيها كبير فضل وحد يراده وين وأنصار ري مجرين وحد يراده وين أنصار ري مجرين قال عمر وكعده وحيري انظروا في رصدا أنت كورا بلنا تهين حملتما إن الحمباتين الأرض نلك ما لا تضيق حين كرين ورنا عريس دتك صارتين نلك هذا وح كسر بحين بيره هذا عريس أنا صارتين بلدبو فيريا عمر رضي الله عنه نوحوها عبس بدر رعيدي سآدي آد أو قطرة عريس إسا صارة ماشي دليل كتما أسجى سيرجري وح الله وح دليله أو أنت وحكم دولة ديزا كأي ما هذا أسجى سيرجري حتى هذه وضد الله جا جنواي أو فرس العراق يميلها سكوس كتران تراضه أنا حلك يا مسؤولي ده اللي ويدين دونا بديجري رضي الله عنه وارضاه درين كاسنا وواحد لب هني هادي نك ما ضحى وركوا الرئيس وحال الرباء إنه شعور لي ما له شعور المسؤولية قبك دو مسؤولية لا دريمه ما كسو عمل قمن أو طيال ولا يمانكره لكن درين بهدون كجرين عمل الله ما يمانكره ما كوا حيري ورنا وحصارتين بالدبو فيريا قالوا وحير هذا مر لبعض الله ما على اسمنا صارين فقال عمر با وحير الى ان سلمني الله هدو الهي بدباديو انسين نول هذا لا ادعن ارامل اهل العراق خير عراق ارامشوده هوينك ان رجل هين وحان كتغي دونا لا يحتاج لا يحتاجنا ايوا وباهرين الى رجل من بعدي قذا شيء ابدا وريوت وحي يكون مارمان او ميل با ريمود لا ساري دونا وحي يكون مارمان او قفده ما وباهنين ايا اسمن دونا بير بلنقاد بو سمينيا رضي الله عنه وارضاه علي سياده برواقه جرتي نوا بابا ماشي سو كدرك عدالته عمر بو هلي مركا ارامشا رغو تاغان ان جيرين انيا اريمهودا ميل ساري دورو النبي ايو عمر رضي الله عنه قال وحو يري فما اتت عليه ما سو مرن عمر الا الرابعه اف ما انت افراد هذا الكمر كلها حتى اصيب الى لغا دلي رضي الله عنه وارضاه وحنا كريوداي او يري رايت في المنام كان ديكه تنقرني ثلاث نقرات وحيو ديغاك أما مارت الديق صدح كوين وإكويي أيها كل رياضي بيجري فلا يخالو إلا موتي جاري ذي ذو ما نوم علينا يا بيولي مركتيبو يعد عذا قالوا حين إني لقائم نك اللي يرى هذا عامر من مايمون بهضلاي حلي إني لقائم أنا تاجن ما بيني أنا جاي وبين عمر إلا عبد الله بن عباس ما نود حيي غداته أصيب الصبح لا أصيب عمر لا أصيبي صلاة الصبح وكور شافي مد مجوسي هو أبو الولي اللي هذا هاي وكان إذا مر بين الصفين لبدا صف مركو كان أحمر يقال وحديت له استووا بديجري سلادس كما قال يجري كانوا أحمر صف كانوا أحمر مركو أحمر استووا صف كان استووا بديجري حتى إذا لم يرى مركو أركن فيهم دتك دحضوا دخلالا واحد الدلالة هي صفوف تقلقلوا هي الدلال مركو كوايو تقدم هرينت أمر يفكبر الله أكبر نيجر سلادس قال يجري وربما قرأ سورة يوسف أو النحل وعبد عجرة صلاة سورة يوسف هي سورة النحل إنه بركة قارك آخر يا عجرة أو نحو ذلك سورة الله لم يتكا في الركعة الأولى ركعة ظهر محوصا أقول لي وصلاة الصبح حتى يجتمع الناس إلى ذاتك يكسر كل ما مربا يقوه ردد يقول لي ما لها سوى جيتمي إنه يكسر قاران فما هو حالكم ما أهن إلا أن كبر إنه الله أكبر يريهم بحالكم هيد وفسمعته آن مغلي مركو الله أكبر يريبا يقول أصدقوا لقتلني وإيد لي أو أكلني وإيعني الكلب أيك بأعني هذا الكاس على مغلي عمر رضي الله عنه لا تزفك ورا كنت مغلي أي جبا يعري يدلي حتى دعانا حين تعرض ملك أبو اللؤلؤ المجوسي لأن حبوا هاي المغيرة بين الشعب السحاب اللي كنا واسكلها وحكس صدري كوف وكيمت ومسلم أشعري بعقوبة مركب حوجي ردين وحصو صار له أو فرس ما يقانا أيام مجال المدينة وصدري ما
عمر رواني عجري ذاتك عن إسلام ما ضوى لسكوه بين علوجته إمارة العاج من الكفار قال لك هو العجم كعلوج للرعاية إن المدينة لك كان هو كذا قال مجري لما كان نوك كان نبي يجري بك بعضا مركا إن كان يمت وحوري جري وحان وحوري أبو موسى الأشعري مركو ساكو يري عمر وحوري يري إنه نجار إنه نجار حداد نقاش سدح سرعي سدح بسرعي وأنن كو وحوي قان النجار هذا فرسمادا قعنتا يا الواحدة يا الاسمادا يا ولا السمينتا يا قلب كاسوايا قانا ونجار إنا عنا حداد ويانا براها هدينا قطة يا دبكة يا شديد دوري وحنا لالين تنا آد بوصر ريا تسدحاننا والنقاشة وحقر حين توقف في عين قري إلي سادات راها دكوة الفوندقة كو حكولي عنيقة ون الباب بوا وحان قاضي ون نوع رابضة إيو بلوقة إيو بلوكيتي عنكو في الله يبكو كلي باتي مركي ما تكوك لي ويانايا رانكي مركي ما تنكوك لا صوحراني رانكي كان انت بو اسكو درسداي او شقاد او دنبو قمانايا ساسو كوسو غالاي مغالاد مدينه marka soo deena shaqadii si baa loo bagay shaqada laa samuu yaqaanay wax soo saarka ninka adoonka hadba intay dhantahay ba kharaaj la saaraa oo sayidkiisa wuxuu leeyahay inta tabartiisi wax soo saarkiisa taa waxa inta saad laga raba marka ninkan farsamada yaqaana ayuu marka wuxuu saaray 100 dirham buu saaray 100 dirham ba ka raba inaad keento wixii karo dheerad kaaga aad iskale عمر بوصل شكته وحول نكاسة موسى عليس بو يساري مغير بن شعبة عليس بو يساري وحارب أنا قال هذاش عمر بركي إنه كله هذا لور ربع لكن هذا البكتورة وحولي صمم ما قال إنا تهينين شق بضا أو فرس ما يقانا عمل كأت صار ساري يصير واحد كله ليسو يا واحد لو ساري واحد كله ما ماها نيوم مركز صبر أو مولى هذا الصبر أيو كيري وفي نفسه وحاكو جرت عمر إنه كله هذا لدنا ويرانك وعلى عليه والله كان إنه دهنا وحاكو جرته ما أنت أبو أركي يسوع أو شقدي كجرا مركزه وحوي وريا سوما ما قال إنا تري وحان سمين كرا شيدة كل شقينا يا دبشة فرسمين ذاك الجرسين ده سوما ما قال بير بار شيدة وراجيك شيدة دقيقة ده دبشة أنا كل شقية يا ما نقارنا سوما ده لهم بير أنت وجهك تطبي أيو حوي يري وحان سمين ده أنا شيدة أيدا كل شقية استان شيدة تك كل شقية استان يعني سمين ده أنا بير مركزه وحوي يري وعدني العبد adoonka waa ii goodiyay biir adoonka waa ii goodiyay biir waa ii goodiyay arintii markaa way socotay oo akan umar radiyallahu anhu salaadii buu inta soo qaatay baalto riya oo afka afna laba af leh laba af leh dhaxdana af kule fi doona af kule oo dhaxda qabsaday ayuu deena caloosha saddex jeer ka galiyay kaliya ka galiyay xaq kale oo saaray dabarka kaga keenay markaa wuxuu yiri qatalan il kalbu aygi bay diray xina taanahu fataara marka suu booday deena طار وحاب بوذي العلجو علجي جيبا بوذي علجو وحال إرادة الكفار من العجب كوان عربته هنا قال هذا عجب يا علوج جمع هذا الإرادة مفرد قوذنا علجي بالإرادة بالسكين السكين بو لب بوذي ذات طرفين لبا أفله مركي وكل نفتي وقبت اللي يري صفوفتي والوجه لها الزحمة دي بساي قولي سوي أيو سيدة صحنا أنا صلاة وقوه قلي إمام مالك وحولي قبل الصلاة بيهد لكن إنه صلاة قال يا عبد الرحمن بن عوف ويرد ما يستر وذاك يسا مركا لا يمر مصمر على احد قف يمين حق ميدك ولا شمال حق ميدك الا ضعنا وكون فرايا نينكي واخ قبتا له قفكي ودوا لا بتوري خيري دينعنا وي كدغلغلي دينعنا وي كدغلغلي زيدوريس بال فرسما يقانو دغاليها نوا حتى ضعنا ثلاثة عشر رجلا صدح يتمنن ايو كدفتي مات منهم وحابه كدنتي ماشي كدنتي سبعه تضبا تضبا ورجي صحابها تابعين تكبر يا ماشي كدنتي كقربحي فلما راى ذلك الرجل من المسلمين من المسلمين تكمل مركو أركانين كان تاتي كديسة طرح عليه وحو كتورة برنوسة مكتورة ها بالمرأة مدى خميزية يكون في يدي سيو حسنة ولا طاكرة تيبو مدح أقري من صحابي هو إلى حطان التميمي التيمي اللي يربوع مهاجرين تكمل حطان حطان بقى يكون في يد مدح أقري مع خميز كذي ولا طه طرح عليه برنوسة مكتورة فلما ظن العلج مركو قال كي أودر يا مي أنه مأخوذ إنه يامد نرش الوقبتي نحرى نفسه نفتي سيبو جورحي مركز اندروودي وكبح حوايه كو دحرفتي ايو توريدا سايس دراي وتناول عمر صلاتي با لوجيرا او ارنتي مريق با كدحداي صفوفته هره وي وحد اوردايس صفوفته كلا ولي صلات با كوجيرتا وتناول عمر وحول الله عيد عبد الرحمن انه عوف وصفكو هره كوجيرو غانت لاعي فقدمه هره ودقاجه وحو يرد دك صلاته توج يعني صلاه اهميته اي كتاغنت فيري ميل نيكي مدعوينها لا ديري صلاتينا وحا ربينا دمايستيرو او لا توكدو الهي با لو تاغنيه فقدمه واهر مري فمن يلي عمر ذاتك عمر سفكي حقي سحيقه إلى حريره فقد رأى وارك الذي مشغل أرى ناركه وحان ناركه ويركان وأما نواحي المسجد بذلك النعيه سيقاسي سيقاداشي سي فإنهم لا يدرون ما هو واحد عاية غير أنهم أيه قد فقدوا وحيوا ين صوت عمر نجه ولي وعطير بها عمر
سود كيسي بي وايين تنا دار انجليسي وهم يقولون مركا وحي يوليهين سبحان الله هذي كوهيان وحكا لما يوقع سبحان الله محايز بدلو دعيوي فصلى بهم عبد الرحمن عبد الرحمن واتوشي صلاة خفيفة صلاة فضط ورقعة دهورنا إنا أعطينا رقعة اللبان إذا جاء نصر الله انتو قدتو كذي يا صلاة فلما انصرف مكة كبحين قال وحوي يا ابن عباس عمر رضي الله عنه وذكرت ابن عباس وأردقي سخاش كهاء ويسألنا ووتش على مشورنا وقصة ودرون صوم الرأي أي أي روح حجر ابن عباس وانظر برارة صافيري من قتل قفك إدري بل قفك إدري إنه قف مسلم شيئا يهي إنه قف المسلم بسوقه فجال ساعة حقوق مدعى رواقية وقيلية ورياقية ورياقية ورياح كدن بي مجرتا الله أنه الله إلهي من كمان قال إنه عمر قعنت أنه دسكو نوضا لهن ثم جاء مركز أمن دنبي من سوى سوقه فقال وحجري غلام المغيرة قتلك وحاكو الدلي غلام المغيرة مغيرة دون كي سبا كدري قال عمر وحجر الصنع ما كي صنعوا لها با كي صنعوا لها مياه قال وحجر نعمها كي صنعوا لها وي مركز وحجر قتله الله إلهي الله أنا ذو هدي لي لقد أمرت به وحان أمر معروفا ونك معروف ما أنا جاهدهم شقد يسوى قمنا يسجد موليه سيد كي سيوما يركع على حق لي مثل حهان وما نراها ضلي انتي بقون صدي وقد لي مياه الحمد لله إلهي با مهار اسكاري الذي أليه لم يجعل كيير الميتة ميتة جاردة إذا بيد الرجل ننقع أنت يدعي الإسلام إسلام ما شيغاني لأن إسلام ما شيغاني وهذا سجود التوحيد ولا الضوضة وهذا دينا أودن بنتي نار تلقص وصارة إلهي أنقع أنت إذا قصة من بام هذا إسكاله قال نار تكوارة أو يعني وسمين لو وصي الله بالله إلهي كده قام هذا إسكاله مدك لو حوغن حياة قف مسلم إنه قع أنت يسكون أنت وصيغنا لو عذاب دردس لو عذاب أيضا وأنا حياة قد كنت مركز عبد الله بن عباس بن هذا قد كنت وحادهت أنت هذه عبد الله يو أبوك أباها عباس تحبان وحجعلان جرتين أن تكثر العلوج قال هذا إني كبرت يكون خدمة يشقوين كأضمها بالمدينة إني كبرت أجعلان جرتين إن مقالة المدينة كبرت كفار علوج الكفار أي أجعلان جرتين مدينة دي وحصوصار ببانتاي مقالة دي شقة دي وحبان بالله بها هذه الاسم النقطة باريه هولا بدان بالله بها مركز وحيدا شقنا شقان أنا يكبحي كرميها dadkaas la soo qafar shay ee gacanta muslimiinta ku jira waa in wax badan la keenay magaalada si wax soo saar u yeerato sina ay ka wateen marka wuxuu yiri waa kaase waxa ka dheefa wakaan al-abbas wuxuu aha aktharuhum kuwa ugu badan saxaabada raqiiqan xaga adoomaha adooma fara badan buu lahaa faqala wuxuu yiri ibn abbas ila sagba la dhaliray wuxuu yiri in shiita faalto hada rabto waxaan sameeyni ay in shiita qatalna wa layna waxaan gacanta ku heyno dhanba waan gowracayna daarad umaru buu fasax qala wuxuu kadabta been ba sheegtay ama akhdaatu wal qiftay khalad bad ku hadlaysa لمن قال هذا قال لي ما بقول علاش أكو وتعني بعد ما تكلموا باللسانكم أنت عربك إنك وها لنا وصلوا أي تكذين قبلتكم قبلتين أي تكذين أو حج أي حجين حجكم حجكيني إسلاميين أي موجيين ومسلم بين إليهين ما لا ينكرت مركين الله يرزق في أي أحد كيد كذا ما كري هذا وديدين فحتم إلى بيته والله قارئ عبد الله عمر بن الخطاب برج سبالة جاي فانطلقنا معه وان رعني بريه وكأن الناس وحاول مودادتكم لم تصيبهم إنا نصيب المصيبة بلايو قبل يومين ما أنت كهر ما أنت أسلب كذا عايز مركتك قاعدي مصيبة كهر رئيس كهر رئيس لأن كل عمال المدابة نقيم بلاه نتعالي أبو عادلة فقائل يقول لا تكبر مكه الله سوق قبته ولا أدرسي فقائل يقول مذ وحوليه لا بأس لما لو كك حنون كان وحول مسيا وكك عدونا وقائل يقول منا وحوليه أخاف عليه وأنا بقايا حنون كان ينبر كان وحص عضاء يوم حق جاري فأتي وح الله كان بالنبي ذي ما الله كان دكتور يكينا بيو دكتور كبار الله كينا النبيد شراب جزء أيو تمرت يعينه كيو حلقان شيلي أيو يلعب سيبا فشربه مركز سوء عبي فخرج من جوفي علوشي زي كدر يرتي علوشي أيو كدر توحيد ميه رمو تشري وعلين لها شراب كان قرين لها الريب لها أيو تشري علوشي بي كدر رتي نولك كوزو دارتي مركز سوء دينو حوك الشكيي وحن سوء ضم ليقيبا يدي عروركي مسوابا وحاويان مسوا جوزكي شرابكي شرابكي مياه أيو شكي مركز وحي وحدي كان ثم أوتي وحى الله كان باللبن عانه فشربه عانيه وعبي فخرج من جوفه من جرحه راوعي بي كسو دالتي عانه هنا عانه وسكعت بالاقي فعالم مركز سيئوغادين أنه ميت لنتي إن عمر رضي الله عنه نور كنور وككعي ورنهين أيه أوغادين فدخلنا عليه ونقل لي عمر يليه وجاء الناس وضطي ودن يبت فجعلوا وحي قذقل يثنون علينا أمانيان أمان قيمه أولها يمشوك دين تقارسيه يصدوها كرتدي سي داعب مديسة وجاء الرجل ننبا من شاب ظل يرى وضدكي هدلا يكمدا فقال وحيري شابك يرى أبشر بشارة يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كوذو ببشر الله بشارة إلهي وكم بشارة لك أذيقا كم بشارة يسو
حقيقة كتبت من صحبة الرسول الله كتبت صحابي بعد النبي عليه السلام صاحب الله بشارة وين وإلهي كسيه وينك صحابي كان قيموا إليه وقدم في قدم إياه الرين كل بشارة يسايونا في الإسلام أتكوه الرئيسي ما قد علمت واحد وقت إن أسلام كوه الرئيسي لو وقتها صاحب خاصة النبي كان هذا وقت ثم وليت مركزات تولي ذي حكمك الدولة دي مامولك هذي فعدلت سي عدالة تكون مامول شيء أو عدو إيوب مارت غير بكو قري بعيد يا قريب مسلم يا قال ويوضا قرين سقو ميل جيدا اسكتشي فال الشيء إنو مالنا أي مالين من وفدي وقالا أو أمير كين هدي اللي يريقيت كاوكا تشيفالي وحو أرديا ولجو مجرت مركزات وحيدها إن حكمت فعدلت فأمنت انت حكمتي والعدالة دتك ودن أصميسي يا واحد كعب ستة وحيو يسنجرين بعد آمن اسكراتشي في تعبالي لأنك أنا دبور دايا عيدك حقي حق الكفر ديانا يسأي دي دي يدرك كوة كوتيها دبدي يا عيام إزغارين هيا وحصل أنك أنا الله عبصنا يا وحيو السمايي إيا دليشي سابرا مرقا ونين عدالة هذا ثم وليت فعدلت عدالة ما تكون مامور شيء ثم شهادة عليها كوه ختمي شهيد بعد نقطة الشهادة إليها كوه ختمي مرقا بشارة وين أيالها إذا تايا كون بشارة زوير هذا هو أنا أسمه قاضي قال وحيو يري عمر وددت وحانج على هذا أن ذلك وحاد شكتي هرمر يوناغا هستميي اي امانة دي امانة يسو انو هادان شعلان لها كفاف نسبت لا علي كفاف معنى واكن لا علي كورك ايقان وحب الله يقب سنين دنبي ولا لي انا انا اجري ثواب يهرمر انا من الله يسينين يا شعلان لها بير ها كفاف بان شعلان لها يعني سواسي انا ندمنا اللي يقب سنين اجري ثوابنا انا كهلين مضحني مالي انت هورين شعب كيسكا هاون لواب المريو يا شعلان لها بير حلك وعلوسيه لاني مسؤولياتك وعلوسيهين واحد إمارتين هذا ولقى عضتك أنا في حق وضم مريسي اسمه وجد سكست ودهش فلما أدبر ويلك يا سجى همرك هذا الكاس راف صدين بود سكت قاقي فلما أدبر مركو جلس إذا إزاره ويلك هو زقون تجيسي يمصول أرض روكو طابنا يا أو القيمة بدل لكن مرضي أيو روك جارسية يا إسبال أيو قبائل مركي زي إسبالة مرك الدم بيبكوجرة ممكن بكوجرة أيو قصدين حتى ووح الله بعرف فقال عمر بوحي ردوا علي الغلام ويلك إيسو عليا قال وحوي يربك وإمارة يا ابن أخي ولكن ويلك إيسو ارفع ثوبك مرض هذا كروقات فإنه كروقات رداسة أبقى أباقي إن مبضا لثوبك مرض هذا ساس بخامي ويمدك وجوه مرض روك هذه لك كر لغا قاضة وعرض إيه مارت وحي القجي داي كر لغا قاضة مرض المدى الهيسن وأتقى السلاسة عبس إن مبضا لربك ربك حق إيسان أدو عبسان إيسان عبس إذا ربك أنا السلاسة أوفي عنه والدين او امتثال اوامر بين قوني وحمانا كتقتي تقوى نقنيسا مرضنا اساسا في عمري مركا عمر فيري حالتاس او تاغن يهي نفتيس لا دورايو اي وسكرات كان يهي علوشي سي ووسكي سي او سوده ايو هدنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايو كجرا انو وناغ ددك فرو حمانتا قريبو قفكه مركا مسلم قام مر والبابا تواسع على الحق ولا قمارمان انو حقه او دردارمو يا عبد الله ابن عمر ويلكي سي بو سوجيس عبد الله ابن عمرها وحير انظر بالفيري ماذا علي محاكرك من الدين الدين محادين اللي يقول يا بالفير حساب فحسبوه وحسابين فوجدوه وحيهلين 86,000 سيداتاً يلحكم بيهلين أو نحو حدقما أولو لها عمر وحال الله يدناها عامك يا مسلحة عامك قدهم وقاضي يا سيد مارتي دين قاره وكبح لرير عمر مجرين نافع ذا سوليك قال وحيري إن وفى له دين تاسي اللي يقول يا هدين كف الله تمال آل عمر خير عمر حوله وضح دين تاكف الله تقب حسو فأديه من أموالهم حوله ذكبحه وإلا هدي كف الله وإذا وحر عمر إلى هايان حوله فسلوا حد ويديسا في بني عدي بن كعب قوس كأكدش إلى عدو بها هي بني عدي بن كعب اللقات وقارا ويديسو فإن لم تفي هدين أو في الأموال حوله هذا أو بحي ويسو فسل في قريش قريش وككل رئيسة لقات ولا تعدوهم قدب إلى غير محن قريش ينسي أهدب قريش أسير نافين بير فأدي عني هذا المال يقول حجزي حولها قد حولها يقبحي دين توقيا عليسك إلى هذا دين تأيلا على قبحي انطلق أرد آد عمر عبد الله بن عمر إلى عائشة أرد عائشة آد بهدنيري أم المؤمنين المؤمنين تهو يدو ذهد فقل واحد قطر هذا يقرأ عليك عمر عمر باكو آخرين يقول صدر السلام السلام عمر باكو صدر السلام يرطى ليما كالتكت يقول السلام ولا تقول هدهن أمير المؤمنين دين مؤمنين تأمير كوهدي باكو صدر السلام هيدين وصفك إمارة مسؤولية دي حلكي اسكونا مات فإني لست ميه اليوم ما أنت للمؤمنين مؤمنين تأميرا وميه ما أنت أمير ميه وحن إمارة إيا وحن إدارين كرون مامورا يا مجر تاني قبل هاتا دماراي مركة أمير المؤمنين هايدين عمر إده وقل وحاتنا هذا مركة إذن كأي كاقاد يستاذين عمر بن الخطاب وحوكو إذن ويدي سرايا أن يدفر إن الوحب على مع صاحبي لبذي سي صاحب والرسول كي أبو بكر وقرق عائشة كوحب على
معوض إن عمر لقريه لوحباله قدسي قاسو كان ربا إيه قرسي فصلي مركو رك سلام واستاذن إذن ويديسة إذن قرينة ثم دخل عليها أما فصلنا واسلام واستاذنا أمر تلذيها رصاهد فصلنا واسلام واستاذنا وإذن ويديسة ثم دخل عليها وأقرى عائشة فوجدها وحوها لقاعدة يضو فرده وتبكي أويسة واركما إلا نايسة عائشة يضو أويسة أو فرده أي إمارتي يؤتغي فقال وحوي عبد الله يقرأ عليك عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب با كسو آخرنا يقو آخرنا السلام كسو سلام يا كريم أنت ويستأذن وحونا إذا ويديسنا يا أن يدفن إلى الوحب على مع صاحبه لما ذي صاحبه النبي يا أبو بكر مع هذا أي إذا كسو كعصنا يا جورج أديك أدقني فقال وحيت لي كنت أريده أنا دونا أنت بنان لنفسي نفتي إذا نفتي إذا إن الوحب على أنا الربي وماشى أنت صاعدي اسكو ذي ولو ثرنه سه وان ادوري وان ادوري به مكانك اليوم ما انت على نفسي نفتي اذا وحان اوغد دورا يا عمر لو ثرنا عمر بان ادورا به مكانك اليوم على نفسي اوغد دورا يا وحان ان وتي ان ربي عمر بان اوغد تنازلي بوسكا يرى لو خبالو انت كبنان عمر وان اوغلديت فلما اقبل مركو سو جيدسدي او سو قابلي حق عبد عمر وسال عبد الله الى دري قيل وحال لي عمر لو يري هذا عبد الله بن عمر واكن سو سعد قد جاء وايمد قال مركو عمر وحو يرفعوني كر ير قاده قارك هو رجس وير كعيا سايس الريح وير توسية فأسنده الرجل نبات يسكت تيري إليه حق جيزة نبات يسكت تيري وساس الله يرفريسي فقال وحير ما لديك عمر عبد الله يوم حاض وضع محاض وضع وركي أنك ودي لك ورا قال وحير الذي بان وذا تحب أتشعلت يا أمير المؤمنين المؤمنين تمير كذو أوام حي أذن أذوي كوا قلاتي إن ما شاء الله وحبا على قلاتي قال عمر وحير الحمد لله إلهي بقى ما هذا إسكاله ما كان من شيء شيء مجر أهم إلي إقام ركبدا من ذلك أرنكس وعالكاز إن لوحبا له وعبسيدا كقبي وعيقاد الرام مجر بولي أرنتا سعى إقام ركزنا إن قالوا وحبا له أيو جعلاه أدو يا إقام ركزنا وانا الله يهلي قفكم مركوا ديه كراب القبور تائيو محاوة هيوالكي صالحة هايو نتكا صلحة هايو وعلا ديه كرا والله أعلم فإذا أنا قضيت وحوير هديان قيري وضوه النفط يقبحه يحملوني يا حمبارة أو نحش كي هلا قاض ثم صلّم عبد الله بن عمر سلام أم المؤمنين عائشة فقل وحاتر هذا يستأذن عمر بن الخطاب إذن كويدي سنة مر لبض إذن إيه ويدي إذن كهراء أيو قلاتي وان ولا عمر وان ولا هي بدي عمر بابلغ يا باين حكي ويدي هذا أنا قاعد إنتي ما إذن لبض ويدي بلينا إثبات الكل عياه إديدي إنك له يستأذن عمر بن الخطاب ده فإن أذن هذا أو قلاته لي أنا قاعد إذن تفتقولني جلية وإن ردتني هدي ديدرة ردوني يقول علي إلى مقابر المسلمين بقي عليك يا حبالها مسلمين وجاءت أم المؤمنين باتمت ويقالت عائشة رضي الله عنها وجاءت أم المؤمنين باتمت حفصة وهد قبل حفصة النبي عليه السلام حاسك سيد إن عمر بن الخطاب يا أبيهد وي عمر بعد لي أياتمت والنساء يهوين كري تصير معايا والله صعد فلما رأيناها مركان أرقني حفصة يهوين صعد قمنا وان استيقنا ونبنا إن ماشي فولجد ويسوق شيء عليه عمر بيسوق شيء فبكت ويؤيد عنده أبيه دكتيس ساعة زمن واستاذن الرجال ورقبه هدنا صاف يا شيء أو إذا ويديس إردس تورتي فولجد مركزه وحيه وصوق شيء داخلا مكانا داخلا لهم مالير داخله محل داخله إلى حيان وقلوا يكتر زنها أيها رأيوق شيء فسمعنا كم قلين بكاء وهنت هذا من الداخل ماشي داخل كها أيان وهنت هذا كم قلين بوليه فقالوا وحيدهن أو سيام من المؤمنين عمره الجريات بالذهاي ومتنا هذا وكان كذا يوم مسؤولها دردارا سماء وضد كان إنك تجت تجيل هذهيو استخلف خليف سماء قال وحير ما أجد مهلاي أحق وحكم مذن بهذا الأمر أمر كان هي مسؤولية يحل كان من هؤلاء النفر كوحدا أو الرهد كوحدا الذين توفي الرسول الله نبي عليه السلام الله أفسده وهم وهو النبي عنهم أحق هذا الرهد الرهدك لمن كان كوحده كهدي أنت النبي عليه السلام مركود أنت أوراليا كاها أما كوحد النبي عليه السلام مركود لمن أي أوراليا كاها سجارة وسجع لها أما نوار كائن مضحني مضحني مسؤولية دا أجل الأحضار ضايس كصوصاران كتشاران كدبنا نيكا وارتانا وديبان وعشرة المبشرين أنت كصوها ديوي أبو بكر واد أنت عمر رواك وبيالة أبو عبيدة بن جرحسان واد أنت ووري سعيد بن زيد وإما ديرا هايرا ما ديرا وهانا وكسارا وقرابا نما ماشي أصوك شيئا بهن أي أصاري أفر مكي لقى صار مقا صاحبه عشرة مشتري أفر كسر أبو بكر يا عمر يا أبو عبيدة يا سعيد بن زيد صدع أفر سعيد بن زيد بن نفيل العدوي أفر مكي لقى صار مقا صاحبه لح ذي بامرك يا عشرة المبشرين رجوا وينائك وديرتها أصحاب الشورى هاي ترى كجوز الحل والعقد بالإرادة لح ذا سكهرني
مركا فصمى مركا سوسيم مركا عبي عليا كونها وعثمان عثمان والزبيرة وطلحة وسعدان سعد بن وقاسوي وعبد الرحمن بن عوف لحذاس والنبي كان يتصور هالك يعني طلال أكوه هاي أجابوا هكذا الشذان وقال وحير يشهدكم وحيني قوب جوغينيهان عبد الله بن عمر قوب جوغيني هذا ويل كان لي وليس له من الأمر شيء أمر كان وحبكم لها وصل حل يمسوديات من اللصين ما هي لكن حساو لي هاي كهيئة التعزية له تعزية له تعزينا يا هان يا لوجينا يا وماشي حلك يا أبي وقوف الدي يا ما أنت لقطة شنا يا حلوها كمارتين لها كوير لها وكسب الرو درتت بالي سكن قوب جوغ هاي نجاه هذا وهاي نحفدي لحدي الناس لكن حكم كن أول جاية فإن أصابت الإمرة الإمرة بمعنى الإمارة إمارة هي مسؤوليات ده هدا يكون ده عضو سعدا سعد سعد وقاسه هذا كار حلو وسحيل كقصة وقالوا سعد عزلي أي ضدك الرواين وتصا إن أون الحمان أون أوسع عزلين سعد وقاس هدي أي إمارة أصيبته الله قرته فهو ذاك هو مذيع هو سو ذاك السداس ويرى هو مذيع هاي وأهل بوي هاي إن أمضى إسلام كور لنه جاميو ومن قرأ يفضل وين أسعد إليه رضي الله عنه وارضاه وإلا هدي كل عويدنا وأسرع حلك اللهم قعاب وايو فليستعين به هكا الميستو أيكم كيني ما أمر أمير لغدقو نكي أمير لغدقو سعد يونس يدين ننقي مبضا وياني فإني لما عزيله أنا ما عزيلين وشغل كمطر عن عجز عجز وشغل ما ارتقبا وايي ولا خيانة إنه حوله يمسولي دي خيامة من نبا حلك كوفاء ورمقا هذيني وحياليه دعايا قيراني يبوقي من كسو أفشري وقال وحي رؤوس الخليفة منك خليفة مدحضة أميركة من بعد يعني قلاشة المسلمين تقامين دونا وحان قدر دار ما يابي المهاجرين مهاجرين الأولين هوري مهاجرين تي هوري أيان قدر دار ما ينو كور هايو مهاجرين أولين وحال لي هذا أصحاب القبلتين والير أصحاب القبلتين انت بيت المقدس لو تكن أي حد أنا ما أرتي أي سوء قال المكة حق هذا اللي زيتو كذا بيت المسجد الحرام يكعب هذا ذاتك لما ضوى سوء قال القبلتين لمن كاسا مهاجرين أولين ليري وقيل بيعة الرضوان وقيل أهل بدر وحن أصلا يعني كما دحنا مهاجرين تهراء أن يعرف الله من واقون صدق حقهم حقه ذي يا هل جن كذي يا إسلام كواح يوقف تاني من كاس يلي إله من بير سجارة هلو قال عمر رضي الله عنه أتبو تحجرين تري مهاجرين تاس كوا كلو كوا وأوره هنا تري ما كوا حلقي مناي حتى مرتبة يا فرد يا سو جليدة يا محوها الشيء جدا ما قاعد حتى هذي لك الهر مري وحريج هبل بات دي ولك تري ما يعيش وهبل كلا كهر مريسي مركب حوله مهاجرين حلقوا رهيو ويحفظ إنه حفظيان كعصنا يقدر دار مايا الله مهاجرين حرمتهم حرمته ذنو حفظيو ووسيه وحنقدر دار مايا نيك خليفة نقض ضمن قراشي بالأنصار أنصار الرسول الله رقي مدينة نقصوا دوايا خير خير بنقدر دار مايا الذين أنصار الرسول الذين كوي أو تبوا دارا دارت المدينة الدجاج وطن كأي الدجان كوها والإيمان واعتقدوا الإيمان صحيح إيمان ونأسنا عقيدة يستي من قبل المهاجرين وما قال المدينة بإيمانهم مهاجرون سوى هجرونين أنت عقبة الأولى أو ما هذا كح إسلامي أيها هذا أنت المدينة كلها بتين بإسلام كجارسيين كدي من رق الراء وحبر الله دري مركني من كأي جاء هو مسلمين هو صلاة هو عبادة توحيد كأي أوجاية أن مقال أبو تقني نمن كأي جونا هلا جور هيو أن يقبل إلا أقبل أن عثنا يا من محسنهم كذا وناج السماء أنصار قيمة عليه إن قيمه سلوق قدري الله أقبله وأن يعفى إن لقى عفي عن مسيهم كواد حلو الضوفي إحمان سمي وبشره إن لسكبع فيه وحان حدود قارسي سنين ووسيه وحان ندر دار ما يا خليفك يقدم بهي بأهل الأمصار مقالوا إنك كرين قبني كوفية بصرية أبورمي حقا يا شام يا دمشق باق عانت الوهية سنعاء يا حضرموت باق عانت الوهية أمصار الإسلام عاصمانها المسلمين تي مقالوا إنك واوين خيرا دكا دقان خيرا خير بانودر دار ما يعين الله سمايه فإنهم قالوا إن كاسوا وين عاصمة يدفاعيا إنهم أيقوا ريدوا الإسلام إسلام قد دفاعي زوي ها مركي عاصمة يدفاعيا دقال كحوكسوا على فرين تكسوا على مقالوا إن مدينة عاصمة لقوا إلى علينا إياه وجبات المال حولها ما يشل قصة وقرى وهالكاس هدين نقطة الزكوات كي يجزي يدي يهولها صدر وغير العدو عدو أنا نمانك كعريسين يوي ترى هذا يا طيادة هذا يا فرمها يتاجيهن يا فتوحات كأي سي وضان هذا وها كاسي كعب صنايا كونا نهر تجمع بقايا وعرونايا ولا يوخذ من عصنايا إن على قبا على قاد منهم حق وهذا مك حوله على قرايو إلا فضلهم وحد إرادة عن رضاهم أيقوا رادة أنا على قاد وحد إرادة أنا على قاد أيقوا رادة هو الله مبسوطين هو الله قنعينا على قاد بير ووسيه وحندر دار ما يبلي عرب ذكر البادية هانا خير خير الله سمايو أعرب تاس مك الله بعضون عيدا قلاص وقاطة يا حولها كوانا هل لو قادو
فإنهم أعرابت أصل العربي عرب أصل كدوي إلا المجال ده ضرب أسقوه إيمانه كل كام أسقوه إيمانه أصل كده تلك حاجات جوان بادية جوان أصل العرب عرب أصل كذي وهي تلك أسرير بادية إيه هل أقعدوا ومادة الإسلام إسلام ككلمه سوي مادة كيسوي مادة كإسلام كإيا عونك مادة وحال إلى هذا كل شيء يكون مادة لغير بلينا وحي قف كلا يدد كلا مروا مادة وكالما أي مادة لها أصول شيء عناصر تا أي شيء وككومنا مادة وليل هذا مركا ومادة الإسلام إسلام كمادة كيسي يكالميه سويا أن يوخذ ذاتك أعرابتا يرباديها وحان حصنا أن يوخذ أن يقاضوا من حواشي أموالهم حوله هذا حواشي ده خيار تحيا خيار الأموال هي النفيس كحولها كرائم الأموال كقاضنا وحن مساكين ده وقلت لي إنه لما أنا يجرنهم الله بره محل ربا حواشت هو أحد حاد كان لوجه ده حواش أموالهم حوله هذا قوة أحد حاد كان لقى قاضوا ويرد هل علينا على فقرائهم أيها الفقراء الذين مساكين تودن وحياة لقى قاضي هل وعليه هل ومارتي لقى عليه ووسيه وحن دردار مايا بذمة الله إلهي ذي مديسي وذمة الرسول عليه السلام أهدي إلهي أهدي الرسول كقوة لا لقى لي ذميين تهاي قال لها مسلمين تنا لنا ولا ذاتك عجبنا هل أقعدوا أن يفع الله من الله فيه حقوق ذو ذي عهدك يبلنتي يهشيسكي إن أيها لقى إلى علي عدو خارج وصور ري أيها أنا وحينا التبرو هنا أن لا صار لدفاع الله دوره يوفى الله من الله فيه بعدهم قداشة وضع دقوصات يديمه هذه عبادات كودين الله دايو وحي ربان عابدان أن وحبا مارت الوقص بين إسلام مدى الدين تاسع كميدهد وأن يقاتل إلا دقال من ورائهم قداشة haddii war lagu soo qaado oo dad kale ay damcaan dhaxdina in hoostiina in kala baxaana in difaac la garab dagaalamo oo la difaaco walaa yukallafu aan lagu kallifin jizyada iyo waxa la dul saaray ilaa taaqato waxay karaan in la dul saaro falama intaas oo dardaaro qiimo badan meel uu reebay mar waa umar sakaraad weeyaan xaaladaas ku sugan yahay ahmiyada fiiri uu u yeelayo xilki intii u dambeysay uu rabaa inuu meel adag ku hubsado falama qubida markii la oofsaday kharajna bihi buule waa la baxnay فانطلقنا وان لطقنا نمشي انا وصعنا فسلم عبد الله نحج كيسي ميت كيسي الله عبد لبي عمر لنق لقوتو كي مكاسا قبره لقي فسلم عبد الله بن عمر ايا سلام ام المؤمنين عائشة قرية ذي كجرت قال مكاسو حوية استاذين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب با اذا كويدي زنايا فرينتي سهروا الا ساعة هيدا تيبو كوهد لايا قال ذو حي تكتري ادخلوه سوق قرية فادخل وهل سوق قرية فوضع وحال الدجية هنالك ماشاس مع صاحبيه لبدي صاحب ونبي أبو بكر أيها القرب صاحيي إلى يومنا هذا أركز كجرام فلما فرق من دفنه حراشي سمرك اللبغي وعمر رضي الله عنه الله حوالي هذا مرك وحال قرتشنا يا حكمك يا مملك اجتمع وحاكل من هؤلاء الرهض كوحد باكولانت لحدي عشرة المبشرين كهدي أيها صار ارتاه فريستي لكن انت كالردن أيها سيكو قوان oo warkooda ay maqlaayaan oo ku kalsoon yihiin maxay yahay wadadka ugu qiimo badnaa way qiimahan wax laga fiirini dayaanada iyo waxa ah dhow salaanta iyo islaamka iyo waxu tarka umada waxa soo dhanbay nimanka ayaga ay u taagan yihiin marka dad walaasan oo qiimo badan way oo in haba yaraate umada wax aan wanaagsanayn u soo qaadaynin taas ay hayaan dadkan isgarab yaa ay diday ma ee aqraad iyo dana kale oo nuba xaqiijisanaayo ma ahayne dad diin iyo dal iyo umad hoggaankeed iyo shaqadeed u yahay hayaan رضي الله عنهم جميعا فقال عبد الرحمن هذه الله صاب كل مي هلا هذا عبد الرحمن بن عوف هذا الكبلاوي عبد قال عبد الرحمن بن عوف حويري اجعلوا واحد يشان امركم امر كينا الى ثلاثه تنسدحوا منكم اني كان غمده سولح منها نبنينها وتنازلوا نبنينها وتنازلوا ما حصار ما كي سدح تنازل عشان سدح بالو تنازل نبن بو تنازل انا هبل بو تنازل انا هبل ما حصار سدح حصاري ساعة يلا بيقول أريد هذا الكلام سو قابته لحدنا مبال ربعين حلك لقى صار حصاره مركا يجعلوا امركم امر كين وحال يا شان الى ثلاثه منكم صدح اني كريم ميدا ييلا نيمان نين هم قعاب فقال الزبير وحي لقد جعلت امري الى علي انا علي بن واركا فقال ذا الحو وحي لقد جعلت امري الى عثمان انا عثمان بن واركا وقال سعد وحي لقد جعلت امري وحان الى عبد الرحمن بن عوف بان ييلاي اسو كسولي فقال عبد الرحمن با وحو يري ما سو هري مركا عبد الرحمن يا علي يا عثمان سو هري عبد الرحمن هكا سو استاغا سغ وحي انا يا لبدينا انا كل ريبي انا كوما بجري أيكما الذين كبا تبرأ كبر النقر من هذا الأمر أو فنجعله إلى أولينا متكال عند التاجية وأن حلك المسؤولية لأنين كده هاني على يزي الله صين مهية كبرنا كيستاجي فنجعله إلى أولينا والله عليه والله إلهي بأنا عليه كركيزة رقيب إلى علينا والإسلام إسلام كنا رقيب ودورة وكورها لن ينظرنا إنه فيرنا أيه أيه بلنكو قاضية أفضلهم في نفسي كود النفتي سأفضل بدن
إنه ما رتي أو فيرين دونه لينظرن إنه فيرين دونه أفضلهم في نفسي آه مركا أسكوا وضع عبد الرحمن مركا لبدي إن هذا الشان متكي إن أوفل لبضان أنا نفتي دنا وحوي نفتي سكي أوفل لبضان أكتيدنا وان أنا شيء دونك وضع والله والله عليه إلهي بار رقيبك والإسلام أنا جانا لا ينظرنا وفيرين دونا متكي أفضلهم في نفسي نفتي زميتك أوفل لبضاننا والله فيرين دونا ورقان دونا بير فأسكت الشيء أسكت الشيخان لبدي أضي وعثمان إيو علي وعلى أمسية شبه إليه نين تنازلية نين رهما إيو واسكا أمسين فقال عبد الرحمن باو حجري أفتجعلونه إلي مركة هذا يذنك إسرائب ويونه كلا تنازلي ويدين عني ما إيه إلي سالم يقول سوى ريجين إسان آم نين كانوا أركا شهيغي والله علي إلهي بانا كوركا الرقيب كوه حلا آلو إنا نكجابين ينين بانا حق الله أن أغيها ينقود عرب عن أفضلكم كينا فضلك بضان إنا نكجابين قال وحيدهن نعم ويه هذا حلك كوسو ورجيني آه حلك هذا كوسو ورجيني أو كودي مني وحد عكرت ما شهره والله 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 عليه والإسلام لا ينظرن إنه فيرن أفضلهم في نفسه لبض هذا متك فضل جبضان مركو التنازله كأفضل بضان سجن نفتي سواركو إنه مارة الشيء دونه أيضا وأوقتها والله أعلم مركو حجر ودميتها فتجعلون إلي والله علي على آله على أفضلكم أنا مئي لسان كان قال قالوا إن أنا كجابيني نبى أنا كدارا عن أفضلكم كين أفضل لبضان أنا أكتيدا قالوا حين نعمها أبان كودين مركا نكال ريب أنا اسمك الريبك فأخذ وحوق بيد أحدهما وعلي علي بورتك عن تقبتي فقال وحير لك علي يو وحاكوسنا ذا قرابة دوان شب من رسول الله بدل ذا عليه السلام ابن الأذير بيهاين والقدم فقا هرين وحاكوسنا في الإسلام الإسلام ككوه الرئيسي ما قد علمت وحدكت آه إسلام قد كوه الرئيس إسلام قال يرضى أبا أوه روح إسلام فالله عليك آه إلهي كرك هذا ميهي وإلهي سبحانه وتعالى يانكو داريني ما متهي لين أمرتك هدي أمرتك هذا الأمير كادغو إن لتعدلن العدالة وحكم مأمولي إلهي مكوغي فالله عليك إلهي مكوغي هاي كرك هذا مكوغي لعلينا يا لئن أمرتك هذا الأمير كادغو إن لتعدلن العدالة كم مأمولي ولئن أمرت عثمانا هذا عثمان أمير كادغو كم مقعابانا لتسمعنا إن المغري أو لتضيعنا أديري مكا إلهي مكا والله با قداري هابير ساس ويا رضا ما عوضنا عدالت بعد يقول اقتهينا وحكم ما عمله عثمان هذا ما عوضنا سمع وضاع ما له ثم خلا وحل يري هذا ويا لما قفوا يسهيوا كلام كله ليه نوسه ورجيه بحياة ساس وكلوي عرب لما ضرب إنه كقاضة معها يا مع الرجل يا ولاية أوكي هذه وحوي يعني إنه قال شكله لوي ثم خلا بالآخر كي كلو هذا للشوري وعثمان فقال مثل ذلك سيدو كلو كير أسألوا وحجر سمع وطاعا هدية علي مقعوضة هدية كلنا عدالة ما كنا مهمولي تذكر فلما أخذ الميثاق أهدي إيه الشيسكا عرص مركو لبضب كقاري قال ارفع يدك يا عثمان عثمان وقع عندك وروتك فبايعوا عثمان بله الشي هذا أمير المؤمنين أبير فبايع له علي وعلي نباشي بكل الشي وضياشي كلو بنان كوب حرابي وصاق لي ولجأ أهل الدار dadkii meesha tuuray guriga joogay banaanka baxay soo wada galay fabaayacuhu bayacadi bay la galeen markaas aad deen dadka oo dhasaf soo galeen Uthman bin Affan sidaas qiimaha badan ayuu ku noqday amirul mu'minin mu'mininta amirkoodi ayuu sidaa ku noqday yalla baatan miya wallahu a'lam billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in